الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أقر مصدر في مجلس النواب الحالي بأن المصارف الأهلية تحولت إلى دكاكين لإصدار خطابات الضمان وأخذ العمولات العالية والكبيرة، إضافة إلى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها بفواتير مزورة إلى البنك المركزي. وأكد المصدر أن هناك العديد من المصارف الأهلية التي تشرف عليها مافيات الفساد تأخذ عمولات كبيرة ترهق المقاولين، إضافة إلى المضاربة بالأسواق ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي. وأشار المصدر إلى أن تلك المصارف أسست ثرواتها على حساب البلاد دون تقديمها أي خطط أو مشاريع استثمارية أو اقتصادية تأتي بالمنفعة للعراق أو تخفف من معاناة الطبقات الفقيرة. أعلنت تركيا أن العراق جاء في مقدمة المستوردين للمحاصيل الزراعية التركية خلال النصف الأول من عام 2022. وقال مجلس المصدرين في تركيا إن صادرات قطاع الزراعة التركية حطمت رقما قياسيا خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلة 16 مليارا و 462 مليون دولار، وهو أعلى رقم في تلك الفترة. وبيّن المجلس أن صادرات القطاع الزراعي نامت بنسبة 21% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. أكد مسؤول حكومي يمني أن بلاده تعاني من أزمة مالية ونقدية تمنعه من تحويل وارداته من الغذاء، ودفعت الأزمة الغذائية الحادة والمتفاقمة التي يمر بها اليمن إلى تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لمساعدته في الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح بعدما شارف مخزون البلاد من القمح على النفاد. ويعول اليمن كثيرا بحسب هذا المسؤول على مؤسسات التمويل الدولية في مساعدته على استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع إلى تمويل مشتريات القمح. تراجعت أسعار النفط العالمية حيث أثرت قيود الطلب الجديد على الوقود في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصاد عالمي على توقعات الطلب على الوقود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم آب 100 دولارين للبرميل بانخفاض بنسبة 1.62%. ولا تزال مخاوف الطلب والعرض تقود حركة الأسعار، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون الانخفاض في هذه في الأسعار محدوداً. أعربت شركة تويتر في كتاب أرسلته للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أن انسحابه من صفقة شراء المنصة والذي بلغت قيمته 44 مليار دولار أنه قرار لاغ وغير مبرر. وأكدت الشركة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في نيسان الماضي، فيما يتهم إيلون ماسك شركة تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، ولا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة. وكانت شركة تويتر قد أرسلت خطاباً رسمياً إلى ماسك وممثليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأمريكية، حيث طالبت فيها مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاق. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.